هي قصيدة اسمها دروس من كاما سوترا في فن الانتظار، وقصيدة نحو درويش طبعا. فأنا قرأتها وانغرمت فيها، وبعد فترة قررت أسوي فيلم بيحكي عن القصة تبعت القصيدة. سو إذا بدك مستوحي منها، مستوحي الأفكار الرئيسية، بس طبعا يعني الكلام على غير ليفل، يعني على مستوى ثاني. يعني إنه يعني اللي اشتغلنا عليه كانت فكرة الانتظار بس، لشو كيف وهيك، هذا غير موضوع صار. هو عمره طبعا بيته، بس بيته مش بالمخيم. سو في مخيم، مجموعة بيوت صغيرة تبين عليك على السريع، هو بيته بوجهه. وهي كانت الفكرة الأساس، إنه ما يكون هو جزء من هذا المخيم، يكون بحالة انتظار لحاله، يعني مختلفة عن كل هاي المجموعة اللي هي عم تنتظر. عمره بإيده، لأنه هو بلم حديد وبلم خشب وبيظبط بإيديه يعني الشغلات. وكان الخيار إنه يكون هو فقير، يعني هاي الفكرة الأساس اللي اشتغلت عليها. ليش؟ مش مهم، يعني فيه يكون فقير. يعني أي حسيت إنه عبالي أروح على يعني الناس المهمشة بالمجتمع، عرفت كيف؟ بغض النظر شو كانت جنسيته، يعني إنه فلسطيني ما اختلفناش، ما حكينا عنها ولا جبنا سيرتها بعيني عينك يعني. سو فكرة الأساس إنه هو إنسان قبل ما يكون إذا فلسطيني أو غير شيء. يعني هي كل الشغلة اللي بتصير معه إنه هو بحالة انتظار، ويعني ذروة هاي الحالة بتصير لما ياخذ قرار إنه يكسر الجدار، إنه بالنهاية هذا جدار. كل الفيلم بيحكي عن الرمزية وماشي فيها من الأول للآخر. على فكرة أنا بطيئة الرمزية، يعني منيح اللي عملت هالفيلم لا اكتشفت إني عن جد ما بحبها يعني. بس يعني كل إشي يرمز إلى إشي. يعني حتى مثلا لما أنت جبت سيرة الحجر، أنا إجت براسي على طول النفق اللي بتمشي فيه البنت، أو اللي شكله زي النفق يعني. لأنه هاي آثار رومانية، إبودروم بعصور. فحسيت إنه فعل الوقت ممكن يلعب دور هون. يعني أنت مش جيت أنا وحطيتها بنفق مثلا. مهم فكرة النفق كانت، بس مش نفق عادي زي مثلا نفق باص بتقطع فيه باصات أو ترين أو whatever. لا، كان المهم يعطيك فكرة النفق، بس يحكي عن الوقت، عن الزمن. وهذا الحجر الموجود بخليك تفكر انه هذا صار له آلاف السنين يعني. فهي القضية قضية زمن يعني.